اتهم رئيس حركة إيرا براما ولد النائب براما ولده العبيد السلطات الموريتانية بالوقوف وراء سجنه مقللا من أهمية سحب الشكوى التي قدمت ضده. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في منزله بالعاصمة نواكشوط بعد يومين من إطلاق سراحه عقب سحب الصحفي دداع عبد الله الشكوى التي كان قد تقدم بها ضده، حيث حكم عليه بستة أشهر. إذا كامل الخلق مع ذاك منادم مهندستو خلية البوليس السياسي في إدارة أمن الدولة من ألفه إلى يائه إلين قالوا له مشي اسحب الشكاية ذاك النهار. الشكاية مسحوبة لاش؟ هي الشكاية إلى عاد مسحوبة عني أنا لقيت ما تراجعت عنه. وكررتها ومزلت نكررها. ذاك صلي قلت مو ذاك اللي وقلضت به الفترة اللي فيه التهديد بالعنف والقتل. من جهة أخرى قال النائب براما ولده العبيد إنه سيترشح لرئاسة 2019 بشكل مستقل، مؤكدا أن تحالفه مع الصواب ما زال قائما ومفتوحا أمام مختلف الأحزاب للانضمام إليه. وما يخص الترشح للانتخابات الرئاسية يعود قاعد لا مستقل، ما يعود باسم حزب، وأنا كيف قلت لين كرهها شرف الكبير عن حزب الصواب تبنى ترشحي يا قيرانة وحزب الصواب شرفنا وقاينا وهدفنا عن ترشحي يتبناهم اللي ياسر من الأحزاب الأخرى والمستقلين والمواطنين. إلى شأن منفصل، حيث تستقطب منطقة غليبندور بولاية